ربما كانت لعبة غميضة أو لقيطة أو غيرها ما أوصل هذا الطفل إلى هذا المكان. طفل في الخامسة من عمره علق بين هذين الجدارين في مدينة هانغيانغ الصينية. لم ينجح رجال الإطفاء في إخراج فتى الحائط، فاستعانوا بفأس لتحطيم الجدار على بعد سنتيمترات من رأس الطفل. فشلوا، فاستعانوا بمنشار كهربائي مكنهم من الوصول إليه وسحبه. طفل الحائط لم يصب بأي خدش، بل خرج معززا مكرما إلى حضن أمه. فهل سيلعب اللقيط بعد اليوم؟